نشاهد وإياكم صورا ستكون مصحوبة مع قراءة ما يتوفر لدينا من معلومات بشأنها. الآن نستعرض وإياكم صور نستدل من خلالها على مقتل سائق سيارة. طبعا سائق السيارة قتل بإطلاق رصاص عليه وبسبب مشادة كلامية عقبت حادث تصادم سيارته بأخرى في تقاطع فلكة باز بشارع 100 متر على طريق الموصل في أربيل، ما أدى إلى إطلاق سائق آخر عليه 5 رصاصات وفارق الحياة إثر ذلك بمكان الحادث.